مساء الخير إلى العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية. قانوني يكشف عن عقوبات استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكيف يمكن اقتناء مركبة ذات كفاءة عالية؟ التفاصيل في أهلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنطلق النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023 في العاصمة الرياض، ويتنافس الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية تتضمن ست ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، وأربع رياضات استعراضية، واثنتي عشرة رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزة. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتي بنجاح أعمال هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة. نود أن نشكر فخامة الرئيس رئيس جنوب كوريا جنوب أفريقيا لاستضافة القمة ودعوة الكريمة المملكة للمشاركة فيها. إنما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة، يطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر التفاقم يوما بعد يوم، ووضع حلول حاسمة لها. ونجدد تأكيدنا القاطع على هذه العمليات. أسرقت الأرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، ومطالبنا بتوقف العمليات العسكرية فورا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها. لقد بذلت المملكة جهود حديثة منذ بداية الأحداث المساعدة لحماية المدنيين في قطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جواً وبحراً، وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تتجاوز حتى الآن نصف مليار ريال سعودي. كما دعت المملكة إلى عقد قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي، وصدر عن القمة قرار جماعي تضمن إدارة العدو الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تبريرها تحت أي ذريعة، وأن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدة إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإدانة تدمير إسرائيل مستشفيات في القطاع، مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل، والبدء بتحرك باسم جميع الدول الأعضاء وفي منظمة الدعاء الإسلامي وجمع الدول العربية لبلورة موقف دولي للعدوان على غزة.
والضغط من اجل اطلاق عمليه سياسيه جاده لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدوليه المعتمده. ولقد كان ولا يزال موقف المملكه الثابت والراسخ انه لا سبيل لتحقيق الامن والاستقرار في فلسطين الا من خلال تنفيذ القرارات الدوليه المتعلقه بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعه في اقامه دوله فلسطينيه مستقله ذات سياده على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه. ونقدر كافه الجهود التي سيتم بذلها وبخاصه من الدول الدائم العضويه في مجلس الامن الهادفه للوصول الى سلام عادل للجميع، ونثمن الدور والجهد التي تقوم به مجموعه بريكس لمساعده الشعب الفلسطيني الشقيق. لنكرر شكرنا لفخامه الرئيس والقاده المجتمعيين متمنين تحقق هذه القمه الاهداف النبيله التي عقدت من اجلها. شكرا. وصل وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة عبر محطة غير العادية إلى موسكو في محطته الثانية بعد زيارة بكين. وكان وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن في وقت سابق عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة. أعلنت هيئة التراث عن اعتمادها تسجيل وتوثيق 59 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، ليصبح إجمالي عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني للآثار 8847 موقعا أثريا في مختلف المناطق، تمثل في مجملها إرثا وطنيا يعكس الثراء التاريخي للمملكة العربية السعودية. اختتمت منافسات فعاليات سباق الملواح الذي نظمه نادي الصقور السعودي على مدار 3 أسابيع بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، وذلك بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال. ويهدف النادي من خلال جميع الفعاليات التي ينظمها إلى العناية بالصقور وبوصفها موروثا ثقافيا وتراثيا للمملكة. أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية ونادي إنتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض. ومن المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من شهر فبراير لعام 2024 في العاصمة الرياض على ملعب المملكة أرينا في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرا في حفل افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة. بعد هذا الفاصل ألقاكم في أول موضوعات أهل الحوارية. حياكم الله مجددا في هلا. مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم بدأت تظهر على السطح واحدة من الظواهر، خلوني أسميها بين قوسين، المخيفة إلى حد كبير، وهي فكرة التزوير والانتحال، تركيب الأصوات، تركيب الفيديوهات، وهذه ممكن أن تؤدي إلى مشكلات كثيرة جدا، خاصة أن الدقة في التركيب بدأت توصل إلى مراحل مطابقة ولا يكاد يكتشفها إلا المختص أو الفاهم أو العارف بشؤون التقنية وبشؤون مثل هذه الاستخدامات. اليوم في حال حدث مثل هذه الأشياء وفي حال وقع أي شخص في مشكلة مشابهة ولا يد له فيها، وتم انتحال شخصيته، تم تركيب فيديو عليه، تم تركيب صوت أي شيء وانتشرت، ما الموقف القانوني من هذا الأمر، وكيف يمكن أن يضبط هذا الأمر قانونيا بحيث أنه نحد من استخدامه السيء ونكثر من استخدامه الجيد؟ اليوم من المهم جدا أنه نستخدم التقنية في حياتنا بأبعادها الإيجابية الكثيرة واللي لا حد ولا حصر لها،
وفي المقابل الأبعاد السلبية يجب أن نقلصها ونحد منها. الجانب القانوني واحد من أوجه الدفاع والردع والأمن في مثل هذه الأشياء. حلقة قانونية أو فقرة قانونية موسعة نريد أن نعرف فيها التفاصيل مع ضيف الكريم المحامي الأستاذ فيصل الرميح اللي يشرفني هنا في الاستوديو. يا هلا أستاذ فيصل، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. الله، أنا سهلا بك. الله يعني. أول شيء، صار لك شيء مع الذكاء الاصطناعي إلى الآن ولا أمورك والله تو الناس بادين جديد؟ طيب اليوم وفقا للقانون الموجود، لو صارت مثل هذه الممارسات، لو صار مثلا انتحال لشخصية في فيديو، تركيب صوت معين على الشخصية نفسها وما هو صاحب الصوت ولا صاحب الكلام، وكان هذا الحديث يوقع في أي مشكلة قانونية معينة، إيش الوجه القانوني؟ هل في شيء في القانون ينص على معاقبة من يفعلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الآن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو النظام اللي الآن يعتبر المرجع لمثل هذه القضايا. طبعا على حسب الغرض من ارتكابه وطريقة استخدامه، يعني هل هو فقط مجرد مثلا ابتزاز والهدف منه الابتزاز، الهدف من مثلا الإيذاء، الحاق الضرر، ممكن يكون ضمن المادة الثالثة عقوبة لمدة سنة سجن ومثلا غرامة إلى 500. إذا تسمح لي بس. نعم. أستاذ فيصل، إذا تسمح لي، إحنا دائما كل ما نسوي حوار نقول ضمن الجرائم المعلوماتية، من المهم نذكر الناس إيش هي عقوبات الجرائم المعلوماتية عشان تكون في الصورة وما نكررها وننطلق. بإيش تعاقب؟ هي طبعا سبع، هي عفوا المادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هي اللي فيها عقوبات، وتختلف على حسب تصنيف أو تكييف الجريمة. أخفها موضوع الحاق الضرر ومثل الابتزاز، وهذه اللي هي عقوبتها مدتها تصل إلى سنة وتصل إلى 500,000 ريال. وأشدها المادة السابعة اللي هو مثلا تسهيل أو مساعدة في قضايا الإرهاب أو حتى ما يؤثر على الأمن العام الداخلي أو الخارجي أو اقتصاد البلد، وهذه عقوبتها اللي هي المادة السابعة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال. حلو. الغرامات والمخالفات تختلف. عندك المادة السادسة مثلا إنشاء ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحتى يدخل فيه الحاق الضرر بالحياة الخاصة، هذا عقوبته 3 ملايين ريال أو 5 سنوات سجن. فهي يعني الخمس مواد هذه تنظم العملية وتفاصيلها. ما بين سجن وغرامة مالية. ما بين سجن وغرامة مالية. وقد تكون بهما معا. وفيها تشهير برضو. واضح. يعني أضيف التشهير في تعديلات النظام، أصبح أيضا من ضمنها التشهير على حساب من ارتكب الجريمة. فاللي ينظم العملية من الناحية الجزائية هو نظام الجرائم المعلوماتية. حلو. طيب نرجع لموضوع. أنا أعتقد أنه موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع هو ثورة جديدة في عالم التقنية. جاءتنا ثورة المعلوماتية قبل حوالي 20 سنة، فاحتاج العالم كله إلى سن قوانين نظام الجرائم المعلوماتية أو قوانين الجرائم المعلوماتية. الآن أعتقد أنه ستضطر الدول إلى سن قوانين تخص الذكاء الاصطناعي. وحتى لو لاحظنا أنه أصحاب الذكاء الاصطناعي، يعني ملاك الشركات اللي بدأوا في إنتاج المواد التقنية أو البرامج فيها وتطويرها، وهذه التقنية مثل أحد الشركات العريقة اللي هي أشهر شركة في هذا، بعض أصحابها ومؤسسيها انسحبوا منها، وبعض أعضاء مجلس الإدارة يعني استقالوا من مجلس إدارتها، وكل هذا كان بسبب خوفهم الشديد من أن هذه التقنية تستخدم في الجرائم. طبعا نحن مقبلون على ثورة تقنية جديدة اللي هي الذكاء الاصطناعي وما يسمى انترنت الأشياء، بحيث أنه الأجهزة هي تستخدم الذكاء بدون فقط يعطيها التوجيهات العامة البشر، ثم هي تقوم بالعملية كاملة. وهذه هنا مكمن الخطورة، أنه ممكن يتلاعب بهذه المعلومات، فممكن تحصل جرائم كبيرة جدا، قد تصل إلى موضوع الإرهاب وموضوع الآن الدرون، والآن في الحروب
يدخل فيها شيء من الذكاء الاصطناعي، ترسل طائرة بدون طيار. لكن هل أنت مع فكرة أنه تسن قوانين تنظم جانب الذكاء الاصطناعي قانونيا الموجود ما ينظمها؟ ضروري ضروري ضروري، لأن هذه ثورة تقنية جديدة هي ضرورة، وأعتقد أنه الحديث عنها من بأول من نتحدث عنها، بل حتى أصحابها بدأوا يتحدثون عنه. لابد أن نسن قوانين لكي يستمروا في ضخ الأموال في تطوير هذه التقنية. طيب إلى أن يسن هذا القانون، إذا سن على مستوى العالم أو لدينا اليوم، اللي ممكن يرتكب أي مخالفة وصاحبها يشتكي ولها علاقة بالذكاء الاصطناعي، حيكون عقوبتها اللي هي نظام الجرائم المعلوماتية. حاليا نظام الجرائم المعلوماتية، لأنه حاليا الذكاء الاصطناعي يمكن ما وصل إلى أكثر من أنه يستخدم في المعلوماتية. الذكاء الاصطناعي سيستخدم ليس فقط في المعلومات، في يعني في التقنية المعلوماتية، لا، سيستخدم حتى في سيارتك، سيكون بينها، ستستخدم الذكاء الاصطناعي تقود نفسها وتتعرف على السيارات الأخرى. نعم، ومثل ما هو الآن في الحروب الآن بدأوا يستخدمونها. طيب اليوم أستاذ فيصل، في عرف القانون والقضاء العقوبة تختلف عن مثلا صنع المادة نفسها المؤذية في الذكاء الاصطناعي عن صنعها ونشرها؟ طبعا ما هي مسألة النشر فقط، يعني أنت الآن تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي مو مجرد نشر، الذكاء الاصطناعي إنتاج. لا، أنا هذا اللي أقصده، اليوم إذا واحد أنتج مادة تضر بشخص، تمام، واستخدمها للضرر فيه، استخدم صوته ولا شيء من غير ما ينشرها يعني على مواقع التواصل، هو استخدمها في المجال اللي يبغى يضره فيها، تمام، هنا في عقوبة، وإذا نشر تصير عقوبتين ولا إيش؟ مسألة العقوبات أحيانا قد تتداخل، لأنه أيضا بعض العقوبات أو بعض الجرائم تتداخل إذا كانت من جنس واحد. إذا كانت الجرائم مختلفة الجنس فهي قد يعني يدان بشق أو بتصنيف وتصنيف آخر. يعني على سبيل المثال أقرب لك الصورة أكثر، واحد استخدم الذكاء الاصطناعي أو استخدم التقنية في ترويج مخدرات، طيب، أو وضع مثلا صفحة في الإنترنت لبيع المخدرات، زين، يأتي هذا سيطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية من ناحية استخدام الشبكة المعلوماتية في الترويج، وسيطبق عليه نظام مكافحة المخدرات في موضوع الترويج نفسه. فهو سيكون عنده جريمتين، جريمة الترويج بنفسها وجريمة الجرائم المعلوماتية الجريمة من خلال استخدامه لموقع التواصل بالتقنية. نفس الشيء إذا الآخرين، يعني استخدم مثلا الجرائم المعلوماتية، سيطبق عليه الجرائم المعلوماتية، والحق الخاص اللي تعرض للأذى سيأخذ أيضا التعويضات أو العقوبات التي ترد له حقه. ممتاز. ففي حق خاص وفي حق عام. ممكن يدخل عقوبات الانتحال والتزوير في الموضوع ولا لا يكتفى بالجرائم المعلوماتية؟ ممكن إذا كان فيها انتحال وتزوير وجريمة معلوماتية فيكون فيها هذا. إذا تداخلت هي نفسها جريمة معلوماتية متداخلتين، زين، إنشاء مثلا ونشر، زين، وكلها معلوماتية، فهنا قد تتداخل الجريمتين. طيب لكن شيء له علاقة مثلا قذف، زين، واستخدام التقنية، القاذف هذا عقوبته لها عقوبة ولها لها حد شرعي ولها حق وفيها حق خاص، والجريمة المعلوماتية لها أيضا. نعم. طيب عقوبات. اليوم أستاذ فيصل، الـ استخدام الصوت للشخص بغض النظر إساءة ولا ما هي إساءة، حتى لو ما استأذن صاحبه، نعم، يعتبر أيضا مخالفة، بمعنى أنه اليوم مثلا جالسين نشوف أشخاص جالسين يركبوا مثلا في على صعيد الأغاني، يركب أغاني بصوت فنان على أغاني ثانية هو ما غناها مثلا، أو ممكن يجيب لك أي شخصية اعتبارية ويركب عليه صوت ثاني، حتى لو ما أساء، لكن مجرد استخدام الصوت يعتبر مخالفة لو حب صاحبها أنه يقاضي الآخر، يقدر ولا لا؟ بالنسبة للجرائم المعلوماتية كلها لابد أن تكون المخالفة فيها قصد جنائي. إذا ما فيها قصد جنائي يبقى مسألة حقوق النشر. يعني كيف قصد جنائي؟ وضح لغير المختصين. مثلا قصد الإضرار، قصد التشهير، قصد الإساءة له، يعني
في كل المواد نجد أنها لابد يكون فيها قصد جنائي. قصد جنائي مثل الاعتداء على المال العام المادة السابعة، أو مثلا الإضرار بالآخرين المادة الثالثة عفوا. فلما يكون فيها قصد جنائي هنا تدخل فيها جرائم المعلوماتية، لأن فيها قصد جنائي، لأن أي جناية أي جريمة لها ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول اللي هو الركن المادي اللي هو وجود هذه الجريمة، مثل استخدام الشبكة شبكة المعلوماتية في أو وجود الفعل. زين، الأمر الثاني القصد الجنائي، أن يكون أيضا هو ينوي ارتكاب جريمة، ينوي الإساءة، ما هو مجرم في النظام. الأمر الثالث وجود المادة القانونية أو الشرعية التي تجرم هذا الفعل، فلابد من وجودها. إذا لم توجد يبقى حقوق الملكية الفكرية، يبقى حقوق النشر، مخالفة قد يكون هناك مخالفة نشر، قد يكون هناك حقوق فكرية يعني ملكية فكرية. بهذه الآلية أستاذ فيصل، لو أنت لجأ لك أحد وقال لك خذ يا أستاذ فيصل أنت، أنا أبغاك تتولى هذه القضية، أنا في واحد أخذ صوتي واستخدمه، تمام، هو ما أضرني لكنه استخدم صوتي من غير ما يستأذني وبغير وجه حق، وأنا ما حبيت الموضوع. هنا إلى أي اتجاه؟ خلاص إذا أسأله معروف، لكن إذا ما أساء بس استخدم صوته، هنا ممكن يكون فيها قضية فعلا؟ نعم ممكن يكون فيها، لأنه من مخالفات النشر. أيوة. زين، مجرد التصوير حتى لو ما غير فيها، مجرد التصوير، تصوير شخص زين ونشره بدون إذنه، هذه مخالفة نشر. من مخالفات النشر ليست جريمة، مخالفة نشر، وله حق مقاضاتك بناء على مخالفة النشر. أنا الآن تصور أي شخص بأي مكان، ما عندك مشكلة إذا كان ما انتهكت خصوصيته، لأن إلى الآن ما فيها قصد جنائي. طيب، وما انتهكت خصوصيته، لكني الآن صورته ثم نشرتها أنا في موقعي زين لأي سبب من الأسباب، إذا نشرتها من حقه أن يقول تعال ليش تنشر صورتي؟ أنت صورتني وأنا ما أنا في وضع مخل ولا في وضع سيء، ولست أيضا ولم تنتهك خصوصيتي، لكن هذا إلى الآن أنت ما وصلت إلى موضوع الجريمة، لكنك وصلت إلى موضوع المخالفة حينما تنشر هذا المحتوى. الآن هذا المحتوى سواء تلاعب فيه بالذكاء الاصطناعي يدخل في مشكلة جديدة، أو ما تلاعب يعاقب. إذا ما تلاعب أصلا، مجرد أنه نشرت الصورة هذه هنا دخل في قضية نشر. طيب وش ثم إذا تلاعب عاد زين ممكن يدخل فيها أمور أخرى. إلى الآن عالميا لأنها تقنية جديدة، إلى الآن لم تنظم بمواد نظامية أو مواد قانونية تخص الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب. وش العقوبة للحالة الأولى؟ ليست عقوبات، هي مخالفات النشر تبع الإعلام، مخالفات النشر. واضح. طيب أخيرا، سواء نشر إلكتروني أو نشر غير. أخيرا أستاذ فيصل، اللي يصممون التطبيقات أو البرامج اللي ممكن تستخدم استخدام سيء، يلحقهم أثر قانوني المصمم نفسه أو صاحب البرنامج؟ نفس الشيء، لماذا صمم هذا البرنامج؟ إذا صممه بقصد جنائي ودخل في الجانب الجنائي فهو يدخل ضمن جرائم المعلوماتية حاليا. لا، هو صممه ويقول لك أنت ممكن تستفيد منه كذا، ممكن تستفيد منه كذا. ما في، لا يعني هل عليه مسؤولية في استخدامات الناس للبرنامج؟ لا، اللي صمم ما يمكن يكون عليه مسؤولية. ايه؟ اللي صنع السيارة، اللي صنع السكين. ايه؟ زين، الآن أليس الناس يصنعون المسدسات والأسلحة؟ ايه؟ هل يجرم لو ارتكب احد جريمه بهل اللي صنع لا يعني 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 المقارنه هنا شوي بعيده. هو صمم برنامج خاص بتركيب الصور، بتركيب الفيديوهات، باسقاط الاصوات، تصميم لا. البرنامج نفسه وصاحب البرنامج تلحقه مسؤوليه ولا لا؟ كان هو مسؤوليه عن استخدام الاخرين له. إيه؟ ليس عليه مسؤوليه، لكنه بشرط طبعا انه يكون ايضا انتاجه له وفق التراخيص القانونية. إذا كان أخذ التراخيص القانونية وهو مصرح له وأنتج هذا المنتج وباعه في السوق بشكل قانوني، استخدام الآخرين له لا يضر ولا يلحق مسؤولية. ما يلحق مسؤولية. واضح جدا. نقطة أخيرة معليش قبل ما أنهي الحوار، كل شيء أقول لك نقطة أخيرة وهي يمكن بعيدة شوي عن موضوع العقوبات بس لها علاقة بقراءة المستقبل. يعني وش توقعاتك اليوم أنت في مجال القانون لدخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال القانون، القضاء، المحاماة؟ هل ممكن في الوقت القريب نشوف مثلا روبوت محامي؟ طبعا هي صارت تجربة وتجربتين بس أقصد بشكل توسعي أكبر. هم قاعدين الآن يهددون المحامين ويهددون
الأطباء حتى يقولون ترى خلاص أنتم الآن انتهيتوا مثل ما انتهت كاميرا بولورايد تبي تنتهون أنتم. تتوقع في المحاماة ينجح الموضوع؟ أنا أعتقد أنه في الأشياء المهنية البحثة التي تحتاج إلى استخدام العقل أعتقد أنه يبي يساعد المحامين. يعني مثل ما أنه سابقاً المحامي صحيح كان مبدع جدا لأنه البحث عن مواد النظام كان تحتاج أنك تفتح الكتب الورقية وتستطيع وتأخذ لك ليلة كاملة وأن تبحث وتدرس وتكتب وكل شيء تكتبه في يدك. الآن أصبح كل شيء الأنظمة موجودة عندك فقط، وأيضا الأحكام القضائية تجيك كلها على جوالك حتى ما تحتاج كمبيوتر. فهي في الحقيقة سهلت عمل المحامي، هي لم تزاحم المحامي وإنما سهلت. فقد تكون سواء المحامي أو القاضي حتى القضاة الآن يعني فيه الآن متجهين بشكل قوي جدا إلى يعني أن يكون مساعد للقاضي في الذكاء الاصطناعي بأنه يعطيه الحكم القضائي في هذه المسألة. طبعا هو كيف يعطيه الحكم القضائي أو أنت كمحامي كيف يعطيك؟ هو يعطيك المسائل المشابهة، يعطيك نتيجة للمسائل المشابهة. صار هذا الاستخدام؟ أنا أعتقد أن هذا هو سهل فقط مثل قضية البحث في جوجل. إيه لكن بشكل واضح أستاذ فيصل، هل نتوقع أنه يتم الاستغناء عن محامي ويكون فيه محامي روبوت يتولى القضية من الألف إلى الياء وينجح؟ ممكن ينجح، ليش لا؟ لكن لو نجح ممكن ينجح، ممكن يودي الشخص بداهية. الآن نحن نتكلم عن المحامين البشر، انه بعض المحامين مع ذكائهم وكل شيء، كل انسان مع يعني ابداعه قد يخطئ المحامي ويدهور موكله، وقد يخطئ الشخص المحامي قد يترافع عن نفسه فيضيع نفسه. فما بالك بآلة يعني ممكن ما هو الآلة اكثر دقة في موضوع الأنظمة. لا، اكثر دقة هي ستطبق بحرفية. احيانا التطبيق الحرفي هو اللي يضيعك. صحيح، المحاماة يعني بحاجة إلى أحيانا لك. أنا كمحامي أشوف أنه المواد النظامية هذه، لكن أشوف أنه فيه جانب خفي مو موجود عندي. 20 قضية مشابهة كلها حكم فيها بهذا الشكل، لكن هذه المسألة استثنائية تختلف عن الحالات الأخرى لأن فيها جزئية صغيرة الذكاء الاصطناعي مستحيل يكتشفها. طيب اذا بيكون مبدئيا الروبوت مساعد وليس بديل. جدا اعتقد انه بالعكس من مصلحه المهنيين، اي مهني سواء مهندس طبيب. طيب هذا بالنسبه للمحامي، بالنسبه للقاضي نفس التصور؟ نفس الشيء، حتى منهم مثل القاضي نفس الشيء. نعم استاذ فيصل، شكرا جزيلا لك ونشوفك في لقاءات قادمه ان شاء الله. شكرا للاستاذ فيصل الرميح. ويعني دائما وابدا كل ما ناقشنا موضوع الروبوت والذكاء الاصطناعي اقول لضيوفي اهم شيء ما يخترعون روبوت مذيع. يعني مع انه صارت على فكره وصار في تجارب جيده في مثل هذا الموضوع، ولكن يعني القادم دائما اجمل. الاهم في مثل هذه الحوارات والنقاشات دائما سواء من جانبها القانوني او التقني انه نستفيد من هذه الثورات التقنيه اقصى استفاده بايجابياتها، وان نحاول تجنب السلبيات قدر ما يمكن. بعد هذا الفاصل القاكم. الحديث اليوم عن كفاءة الطاقة من أكثر الحوارات المسيطرة في هذا الاتجاه، لأنه ينسجم بشكل كبير جدا مع كل الدعوات الموجودة اليوم، دعوات المناخ، دعوات انتشار التشجير، الأماكن الخضراء، الاهتمام بالطبيعة، الاهتمام بالبيئة. بلا شك أنه جانب الطاقة واحد من الجوانب المساعدة والمساهمة بقوة في هذا الجانب. طيب اليوم إذا رحت تشتري سيارة، كيف تقتني سيارة ذات كفاءة عالية وجيدة في موضوع الوقود وفي موضوع الطاقة وسواها؟ حوار موسع في هذا الموضوع مع ضيف الكريم هنا في الاستوديو المهندس وسام القرني، أخصائي كفاءة الطاقة. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور وأهلا فيك، شكرا لكم. دائما تمر علينا فكرة اقتصاد الوقود، كفاءة الوقود، ايش تقصدون فيها؟ خلني اشرحها كذا للناس بشكل واضح. طيب جميل، عشان نوضح مصطلح اقتصاد الوقود، هو اقتصاد الوقود اللي نقصد فيه كم المسافه اللي تقطعها المركبه حتى تستهلك لتر واحد. تمام، حلو.
مثلا اذا عندي سياره اقتصاد الوقود لها 15 كيلو متر لكل لتر، هذا معناته ان المركبه تحتاج ان تسير 15 كيلو متر حتى تستهلك لتر واحد من الوقود. فهذه دلاله طيب مصطلح. كم في حدود طبيعيه معروفه للموضوع ولا لا؟ والله هو يصنف بحسب نوع المركبه وبحسب استخدامها وبحسب فئاتها. وهنالك مستويات من ممتاز بلس الى سيء جدا اللي موجود على بطاقه كفاءه الطاقه. جميل. طيب اليوم واحد رايح بيشتري سياره، ايش اهم الاشياء والنصائح اللي انتم توجهونها له سواء في حملتكم هذه الفرق بيدك او غيرها؟ نعم، ايش اهم النصائح؟ والله قبل الشراء يفضل ان نتجه للمركبات عاليه الكفاءه. طبعا تختلف الاستخدامات، يعني لكل منا لها استخدام ولها رغبه في مركبه معينه. لذلك لكل فئه من المركبات في مركبات عاليه الكفاءه ومركبات اقل في كفاءه الطاقه وتستهلك بشكل عالي. فدائما ننصح باختيار المركبات ذات المستوى الاخضر في بطاقه اقتصاد الوقود وذات كفاءه عاليه. طيب بطاقه اقتصاد الوقود اللي قلتها اشرحها لنا بالتفصيل. طيب جميل، بطاقه اقتصاد الوقود هذه فيها ثلاث اقسام. الجزء العلوي ويحتوي على بيانات السياره مثل اسم الشركه، الطراز، الموديل الى اخره. طيب الجزء اللي في النص هو اللي نتكلم عنه ومركزين عليه اللي فيه مستويات كفاءه الطاقه اللي بالالوان. اي نعم، والالوان تكون من الاخضر حتى الاحمر، بحيث انه الاخضر الاكثر كفاءه والاحمر الاقل. نعم صحيح. طيب صحيح، من ممتاز بلس عندنا الى سيء جدا. وكذلك فيها مصطلح او رقم اقتصاد الوقود اللي كنا نتكلم عنه. والجزء السفلي من البطاقه يحتوي على نوع الوقود ورمز الاستجابه السريع، بحيث انه يمكن التاكد من معلومات البطاقه ومطابقتها عبر تطبيق تاكد. طيب حلو. طيب اشرح لي الالوان، وش الالوان؟ الالوان عندنا من الاخضر الداكن اللي هو ممتاز بلس، وهذا يمثل اعلى كفاءه بحسب مواصفه المركبات، وسيء جدا وهذا يعني ان المركبه تستهلك بشكل عالي جدا بين نظيراتها في نفس الفئه. وكل ما اخذت المستوى الاخضر كل ما كان افضل لك في استهلاك الوقود. نعم صحيح، واوفر لك حتى. صحيح. نعم. طيب جميل، اليوم في علاقه مباشره بين موضوع الاطارات وسلامتها واستهلاك الوقود؟ والله موضوع الإطارات فعلا له علاقة بذلك. كيف؟ لأن إحنا عندنا الإطارات أي جسم يسير على سطح مستوي. أيوة. في مقاومة دوران، في مقاومة دوران هي اللي تخليه تبطئ منه أو تمسكه شوي. كل ما زادت مقاومة الدوران هذه، مثل لما يسير الإطار على السطح، فيه جهد عالي على المحرك، والجهد العالي على المحرك هذا من شأنه أن يزيد من استهلاك الوقود. فلذلك هنالك بطاقة أيضا للإطارات. توضح مقاومة الدوران من حيث الأفضل في استهلاك الوقود، وكذلك من حيث السلامة. يعني إحنا ما نبغى في الأخير إنه يكون والله إطار ما في أي مقاومة ونغفل عن جانب السلامة. لا، شوف مهندس، هو من حيث السلامة هذه إحنا خالصين منها. نعم. أنه تستخدم إطارات أو كفرات بين قوسين جيدة وسليمة ونوعية وجودة عالية جدا، وبحسب ما وصلت به الشركة الصانعة أيضا. جميل. لكن علاقتها بالوقود هذه اللي برضو أنا أحتاج شرح فيها، يعني فككها لنا شوي. جميل. يعني كيف؟ جميل، أنا مثل ما ذكرت أنه إذا عندي مثلا إطار مقاومته عالية، اللي هي مثلا الإطارات تكون ضخمة أو مقاس أكبر من مقاس المخصص للمركبة، بيكون فيه مقاومة أكثر. بما معنى ايش معنى مقاومه؟ مقاومه اكثر على السطح المستوي. يعني انا لما اسير بالسياره، السياره ما تمشي معي بسرعه، في مقاومه اكثر، انها ماسكه اكثر، هذا اللي اقصده. فلما تكون ماسكه كذا اكثر بيكون جهد عالي على المحرك عشان اقدر ازيد سرعه السياره، والجهد العالي على المحرك هذا من شانه يزيد من استهلاك الوقود. طيب اللي يصنع المقاومه هذه مناسبه الاطار او الكفر للمركبه ولا نوعيه الكفر حتى لو كان مناسب للمركبه؟ نوعية مناسبته من حيث المقاس. أيوة. المقاس اللي أوصت به الشركة الصانعة، وكذلك مناسبته من حيث موضوع كفاءة الطاقة ومن حيث مقاومة الدوران. والله هذا موضوع يمكن جديد شوي ومهم. نعم. لكن العلاقة وجدتوها كبيرة، بمعنى أنه ممكن إذا كان الكفر غير جيد يستهلك. نعم. وقود. نعم. أكثر بطريقة واضحة، يعني بطريقة استنزاف. نعم، وهذا يعتمد أيضا على سلوكيات كذلك قائد المركبة. يعني ممكن سلوكيات قائد مركبة تختلف عن أخرى، إذا والله كان يتسارع ويتباطأ بشكل مفاجئ وبشكل كبير فيختلف الموضوع عندنا.
لكن دائما نحاول نختار الإطار اللي أوسط به الشركة الصانعة والأعلى في كفاءة الطاقة. ممتاز. كيف شايفين وعي الناس في هذا الاتجاه؟ مو ما هو فقط الإطارات، وعي كفاءة الطاقة إجمالا الاتجاه، يعني ما شاء الله أنتم بعد يعني كل فترة وفترة تطلقون حملة جديدة، كيف قستم مستوى الوعي؟ نعم صحيح، ولله الحمد يعني كان في وعي جدا كبير، وبالعكس الآن البطاقة هذه يعني تسهل للمتلقي أو المستهلك للمركبة قراءتها، كذلك اختيار المستوى اللي يناسبه، كذلك دائما نجد تفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في حسابات اللي تبقى، ويوضح هذا أن مستوى الوعي ارتفع عندنا بموضوع كفاءة الطاقة، وهذا اللي نطمح له، لأن موضوع كفاءة الطاقة هذه مسؤولية مجتمعية أكثر. ممتاز. موضوع استخدام سرعات عالية في السيارة ويعني علاقتها الطردية مع استهلاك الوقود، كيف تشرح العلاقة هذه؟ طبيعي طبعا في كل ترى احنا نسمعها دائما في المجتمع، بس انتم كمختصين ممكن توضحوا لنا بشكل افضل. والله بحسب ما اشارت له بعض الدراسات اللي طلعنا عليها ان لكل مركبه مثلا في حد معين، وغالبا يكون عند 80 كيلومتر لكل لتر السرعه كسرعه. كم عفوا؟ 80 كيلومتر. ايوه معلش، 80 كيلومتر كسرعه. اذا وصلت عندها المركبه يكون هذا الافضل، خلينا نقول الافضل من حيث استهلاك الوقود، لكن إذا زاد عندي أكثر من كذا فيكون استهلاك أعلى وأعلى للمركبة. طيب أنا إذا زدت سرعة المركبة بشكل عالي مثل كذا أعلى من 80 مثلا وسرعات عالية، فأنا أحتاج جهد كبير على فرامل السيارة وعلى المكابح لإيقافها، وهذا الجهد العالي أيضا يؤثر على المحرك ويزيد من الاستهلاك أيضا، فشايف كيف العملية مترابطة مع بعض. صحيح. فإحنا دائما نحاول واللي نوصبه استخدام مثبت سرعة والسير بسرعات متوسطة ومناسبة، كذلك عدم التسارع والتباطؤ بشكل مفاجئ، هذه ما قبل ما بعد الشراء، لكن ما قبل الشراء دائما يعني نحاول نختار المركبة ذات الأعلى كفاءة ذات المستوى الأخضر في البطاقة، وهذه بتكون يعني نوعية مؤثرة. نوعية الوقود لها علاقة 91 أو 95 ولا ما والله ما طلعنا أو ما كان في دراسات كافية بهذا الخصوص، لكن حتى باختلاف نوع الوقود فيه فئات مرشدة للاستهلاك وفيه فئات عالية للاستهلاك. جميل. طيب أخيرا مهندس، أنت شرحت لنا المستويات. نعم. كم كمية التوفير المتوقعة بين كل مستوى ومستوى من الأخضر إلى الأحمر؟ والله جميل جدا. طبعا في عندنا ست مستويات، كانت ست مستويات، ولله الحمد أضفنا لها مستوى جديد سابع اللي هو ممتاز بلس وهو الأعلى كفاءة، وقيمة الفرق اللي تراوح في الوفر في الوقود بين كل مستوى آخر يتراوح بين 4.5% إلى 5.5%. بما معنى مثلا لو اشتريت مركبة مستوى خلينا نقول جيد وارتفعت إلى ممتاز، فأنا مثلا زدت عندي الكفاءة بمقدار 4.5%، والله إذا ارتفعت أكثر فزادت أيضا 4.5%، كل ما ارتفعت في المستويات هذه إلى المستوى الأخضر وكل ما رفعت الكفاءة أقل اللي أنا حدفعه مقابل الوقود، لأنه حيكون نعم عندي استهلاك أرشد إذا صحت التسمية. نعم صحيح. مثلا بيكون المستوى الأخضر خلينا نقول أنه يكون 20 كيلومتر لكل لتر. طيب تمام، هذا معناته أني أنا أحتاج أمشي 20 كيلومتر أستهلك لتر واحد فقط. جميل. والله أنا ودي أوسع فيها شوي إذا تسمح لي، بس مضطر أطلع فاصل وأرجع أكمل معك. أبد. بعد هذا الفاصل مكملين. مجددا في هلا ضيفي المهندس وسام القرني اخصائي كفاءة الطاقة، راح فيك مجددا المهندس. كنا قبل الفاصل نتكلم على الكميات التوفير المتوقعة بين المستويات، ايش ممكن نزيد في هذا الموضوع؟ تمام جميل. انا كنت ابي اذكر مثال، مثلا عندي سيارة خلينا نقول انها ممتاز مستواها الاخضر ممتاز بلس، تمام، وهي اقتصاد الوقود لها 20 كيلومتر لكل لتر، هذا معناته ان انا احتاج امشي 20 كيلو عشان استهلك لتر واحد من الوقود، وهذه مسافة يعني جدا معقولة أو طيب. مثلا إذا أخذت مركبة على مستوى سيء جدا ممكن يكون رقم لها 8 كيلومتر لكل لتر، هذا معناته أن المركبة أقدر أمشي فيها 8 كيلو واستهلك لتر واحد في الوقود، فلما أجي أقارن بين الثنتين أنا أمشي 20 كيلو واستهلك لتر واحد أو أمشي 8 كيلو، فهذه موفرة بشكل أكبر، وهذا فرق المستويات.
ممتاز. نعم. هذا أعتقد أنه يعني شرح وافي جدا لأنه كيف السرعات تختلف معنا أو حتى المستويات. أخيرا إحنا تكلمنا في البداية على موضوع أنه قبل ما تشتري المركبة كيف أنت ممكن تحصل على أفضل كفاءة ممكنة. الآن أنت سيارة عندك خلاص تمتلكها، كيف ممكن ترشد في كفاءتها بالوصول إلى أعلى وأجود وأفضل كفاءة؟ طيب سؤال جميل. في عندنا عدة نصائح ودائما نقدر نلقاها في مواقع اللي تبقى، اللي هي اولا المحافظه على الصيانه الدوريه للمركبه، والمحافظه على الصيانه الدوريه مشان تقلل من استهلاك، كذلك من حيث السلامه، من حيث سلامه المركبه، كذلك ايضا عدم اضافه احمال او اوزان غير ضروريه على المركبه، لان اذا اضفنا وزن على المركبه بشكل كبير هذا يزيد الجهد على المحرك ويزيد استهلاك الوقود، كذلك استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة والطرق الطويلة بحيث أن تكون عندي سرعة واحدة أو بمعدل سرعة. استخدام المثبت أنتم تنصحون فيه دائما؟ نعم على الطرق السريعة نعم ننصح فيه، لأن هذا بيمكنني إيش؟ أني أسير بسرعة أو معدل سرعة محدد ويكون استهلاك المركبة في هذا الشيء. لكن مثلا إذا زدت ونقصت من السرعة في بيكون عندي تفاوت في الاستهلاك، وهذا السبب. كذلك عندنا أغلب المركبات الجديدة يعني تعمل بأنظمة حديثة، وللأمانة يعني ما تحتاج أكثر من 30 ثانية للإحماء. إحنا ممكن نشغلها 30 ثانية أوكي، بعد ذلك نبدأ نسير فيها ونمشي فيها بسرعات متدرجة، حتى يعني ما نسير بسرعة عالية. ترى هذا الموضوع إلى وقت قريب هو محل جدل، اللي يقول لك لا لازم تحمي السيارة وتسخنها وكذا، واللي يقول لك لا 30 ثانية تكفي. نعم صحيح، هذا الكلام كان ممكن ينطبق على السيارات القديمة، لكن بحسب التواصل أيضا وبحسب ما فادت الشركات الصانعة إن 30 ثانية هي كافية، بعد ذلك تسير بسرعات يعني متدرجة أو بسيطة حتى نصل للسرعة المطلوبة. الآن مهندس 30 ثانية هي مدة الإحماء لأي سيارة الآن؟ من المركبات خصوصا المركبات الجديدة، أغلب المركبات الجديدة يعني عندنا من موديلات 2015 وما فوق، فهذه يعني 30 ثانية كافية جدا، وهذا دائما اللي نوصي به 30 ثانية في أي موسم صيف شتاء. نعم صحيح، وبحسب إفادة يعني العديد من شركات الصانع. نعم مهندس شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا بيا هلا، وبالتوفيق لكم في كل حملاتكم القادمة يا رب. شكرا لك وشكرا على الاستضافة. شكرا للمهندس وسام القرني، شكرا للأحبة والأساتذة الكرام في مركز كفاءة الطاقة على تواصلهم الدائم. سنذهب إلى فاصل أخير في هذه الحلقة وبعده ألقاكم. حياكم الله مجددا في هلا. الحديث دائما عن الأطفال والاهتمام بالأطفال لا ينقطع في برنامج يا هلا، وفي هذه الأيام نعيش اليوم العالمي للطفل، وهذا يستدعي حوارات أكثر في هذا الموضوع. التصنيف العمري للألعاب والأفلام هو جسر أمان للأطفال، هذا التصنيف العمري كيف يقرأه المختصون؟ ما العمر المناسب لألعاب إلكترونية معينة، لمشاهدة أفلام معينة؟ كيف يمكن أن نوجه الأطفال بحسب أعمارهم إلى ما يناسبهم من ألعاب ومن أفلام حتى؟ في مقابل هذا كله ما الضرر الذي ممكن أن ينشأ في حال انخراط الأطفال في ألعاب فيديو تفوق العمر المفترض أن يكونوا فيه؟ وكم العمر اللي يبدأ منه الطفل حتى يمارس مثل هذه الألعاب؟ حوار موسع في هذا الموضوع مع مختص قريب جدا في هذا المجال، سنعرف تفاصيله ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء أحمد العبد الكريم وعبد الواحد العتيبي. تعد التصنيفات العمرية نظاما لتحديد مدى ملائمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، إذ أن هناك مبادئ ومعايير أقرتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ويهدف هذا التصنيف إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية أهمها مساعدة الأطفال والبالغين على اختيار المناسب لهم بحسب فئاتهم العمرية لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضرراً أو إزعاجاً، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيداً لاحترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في المملكة وفقاً للأنظمة. وبحسب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تم تصنيف معايير للأفلام السينمائية والألعاب الإلكترونية، فجاء تصنيف الأفلام المرئية كالتالي: رمز جي، الفيلم مناسب لجميع الأعمار. رمز بي جي، ينصح بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاما. رمز بي جي 12، يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاما. رمز بي جي 15، يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عاماً. رمز آر 15، يمنع دخول المشاهدين الأقل من 15 عاماً. رمز آر 18، يمنع دخول المشاهدين الأقل من 18 عاماً. بينما جاء التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية كالتالي: ألعاب مناسبة لعمر 3 فما فوق، وتعني هذه العلامة إلى أن اللعبة مناسبة لجميع الأعمار مثل الألعاب الرياضية، وقد تحتوي بعض الألعاب على العنف ولكن في سياق كرتوني مناسب للأطفال. أما الألعاب المناسبة لعمر 7 فما فوق قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة كوجود مشاهد عنف ضمنية أو تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غير واقعي مثل اختفاء الشخصيات بعد موتهم. والألعاب المناسبة لعمر 12 فما فوق قد تحتوي على أصوات مرعبة أو مؤثرات مرعبة كإظهار تفاصيل الإصابات، وتعني علامة 16 فما فوق أي قد تحتوي على عنف يمارس تجاه شخصيات البشر أو تشبه البشر أو الحيوانات بشكل محاكي للواقع، وإظهار الأعمال الإجرامية بشكل إيجابي أو دون انعكاسات سلبية أو تلفظ شخصيات اللعبة بألفاظ غير لائقة. أما الألعاب المناسبة لعمر 18 فما فوق قد تحتوي على مشاهد عنيفة مثل استخدام المخدرات أو السجائر أو المشروبات الكحولية بأي شكل من الأشكال. والتساؤل الذي يطرح: كيف يتم تصنيف هذه الأفلام وهذه الألعاب؟ هل هو من الجهات الإشرافية أم من شركات الإنتاج؟ وما مدى خطورة إهمال الوالدين من التأكد من التصنيفات العمرية؟ شكرا للزميل أحمد العبد الكريم، شكرا للزميل عبد الواحد العتيبي. وقبل ما استقبل ضيفي بس أعرض لكم هذا التصميم الجميل اللي نشرته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ويمكن تكلم عن تفاصيله أحمد العبد الكريم في التقرير اللي عرضناه لكم. لماذا التصنيف العمري مهم لك ولأطفالك؟ واحد، يساعد أولياء الأمور في اختيار المحتوى المناسب لهم ولأطفالهم. اثنين، حماية الأبناء من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررا أو إزعاجا. أمامكم تصنيفات الألعاب، أمامكم تصنيفات الفيديوهات مثل ما شرحت لكم بالكامل. كل الشكر والتحية والتقدير للهيئة العامة لتنظيم الإعلام ولمنسوبيها كافة. وللأمانة إنه هذا التصميم والشعار أول ما أطلق وشفناه كان هو يعني شرارة الفكرة الأولى إنه نوسع حديث في مثل هذا الجانب، لأنه بالفعل مثل هذه المحتويات الجميلة اللي تنشر اليوم من الهيئة وغيرها من الجهات تعطي أبعاد كبيرة جدا تستحق المتابعة والمناقشة والضوء والاهتمام. اتجهنا إلى المختصين، وجدنا الدكتور حسين الشمراني وهو استشاري التطور والسلوك، البروفيسور حسين الشمراني معروف في هذا الجانب وقريب دائما ويتحدث باستمرار عن الطفولة وكل ما يهمها. ويسعدني أنه قبل هذه الدعوة وينضم إلي عبر السكايب الآن. دكتور مساء الخير وشكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور وأهلا وسهلا بكم، وشكرا على اختيار الموضوع. موضوع مهم جدا وفيه الحمد لله اهتمام من الجهات المعنية، ودوركم مهم جدا في يعني زيادة الوعي بأهمية يعني هذه التصنيفات وبالاهتمام بمرحلة الطفولة تحديدا. وأنا أيضا أشير إلى أن الدكتور حسين أيضا استشاري طب نمو وسلوك الأطفال، فهو قريب جدا من هذا الجانب إما من الصعيد الطبي أو حتى من الصعيد التربوي والسلوكي من خلال عمله واهتمامه وتخصصه. دكتور، اليوم خل نبدأ قبل ما نأخذ التصنيف العمري المناسب، نبدأ من العمر المناسب أصلا
لأنه الطفل يبدأ في ألعاب الفيديو مثلا، إيش هو العمر المناسب؟ جميل السؤال. طبعا زي ما ذكرت أنت، يعني متى العمر المناسب؟ إحنا نقول حسب توصيات الجمعيات العلمية يعني المهتمة والمختصة بالطفولة وعلم يعني نمو الطفل واكتساب المهارات، أول سنتين يجب أن لا يكون هناك أي وقت ولا يشاهد الطفل أي يعني مدة أو سماح له بمشاهدة التلفزيون أو يعني التعامل مع الآيباد أو الجوال أو غيره. ليش؟ لأن هذه فترة مهمة في تطور اللغة والتفاعل الاجتماعي مع الطفل وتعلقه بأهله وفهمه للمحيط، يعني البيئة المحيطة به. فأول سنتين ننصح أبداً أنه ما يستخدم أي من الأجهزة، بعدها ممكن تدريجياً وعلى فترات. إذا سمحت لي يا دكتور أوقفك عند هذه النقطة، أول سنتين ما يتابع التلفزيون نهائياً، حتى لو كانت أشياء مثل أفلام كرتون، أشياء كلها لها علاقة بالطفولة؟ نعم، حتى لو كانت شيء يعني موجه للطفل، لأنه في هذه المرحلة هو يحتاج أشياء أساسية من الأم والأب ومن الأطفال الآخرين في البيت، ويحتاج أنه يطور بعض المهارات بشكل طبيعي جدا بدون أي تدخل يعني من التلفزيون أو غيره. بعد كذا ممكن أنت تعطيه فرصة ساعة مثلا، ما في مشكلة، لكن أول يعني سنتين يحتاج أنه يتفاعل أكثر مع أمه، يحتاج يتفاعل أكثر مع أبوه، مع أخوانه، عشان يتعلم منهم أصلاً، مو بس يعني التفاعل الاجتماعي والعلاقة والمحبة اللي تنشأ، ويعني يصبح أكثر تقليد لإخوانه في الكلام في اللعب، يتعلم منهم، تنشأ المهارات الحركية، يحتاج يلعب ويستكشف يعني المحيط، عشان هذا النمو الطبيعي. وهذا ينطبق أيضا على الجوال والآيباد وغيرها من الأجهزة. على الجوال والآيباد، إيش المشكلة؟ المشكلة إنه الأجهزة هذه، التلفزيون أو الجوال أو الآيباد، إنها تعزل الطفل عن المحيط هذا. فإذا عزلت الطفل في هذه المرحلة الحساسة، قد تؤخر المهارات اللي يكتسبها في أول سنتين، اللي هي الكلام والتفاعل والأشياء الحركية وغيرها، أشياء كثيرة والأشياء الاجتماعية، لأنه الطفل يصبح معزول في عالم يعني خاص به، وفهمه وإدراكه بيكون أكثر على المتعة أو التقليد، بس ما حيكون بطريقة فيها مشاعر وفيها أحاسيس وبناء علاقة وطريقة يعني تطور طبيعي للطفل. فهذا السبب. بعد كذا أنت ممكن تدخلها ساعة في اليوم، بحيث أنه في وقت للأجهزة وفي وقت لي يعني اللعب الحركي مهم جدا، مشاركة مع الأطفال، اللعب والتفاعل مع الأم جدا مهم. الوقت اللي تقضيه الأم مع طفلها يساعده كثير في اكتساب حتى العاطفة، يعني شعوره بالعاطفة الأم بالحب بالحنان بالفهمها يعني شخصيته، مساعدته على تعلم بعض المهارات وتعديل بعض السلوكيات، وحتى الأب وجوده يعني مهم جدا والأخوان مهم. هذا الطفل يحتاج يكتسبها من البيئة. في نفس الوقت ما عندنا مشكلة إنه يعني ساعة قد يكون يعني. طيب خلصنا خلصنا السنتين. بعد السنتين ساعة يوميا ممكن يسمح له، بحيث إنها ما تطغى ولا تؤثر على يعني الوقت اللي يحتاج يلعب فيه ونمي مهاراته الحركية. طيب يعني في عمر الثلاث سنوات يسمح له بساعة. ساعة، نعم. طيب الساعة هذه إيش محتواها مفروض يكون؟ طبعاً المفترض أنه يكون شيء تعليمي، يعني إحنا في المراحل هذه نركز أنه تكون أشياء تعليمية. طبعاً التعليم مثلاً ممكن يكون بطريقة يعني عن طريق أشياء ناشيد أو عن طريق لعب أو عن طريق تعلمه لأشكال وأحرف، ما يمنع، بالعكس أنه يكون شيء ممتع للطفل جداً مهم. يعني مو هدفنا انه والله يكون بس تسلية، لو كان شيء مفيد فهو الافضل. طيب بعد الثلاث سنوات؟ بعدها ممكن يعني حتى ثلاث سنوات اربع سنوات ساعة. اذا قبل مرحلة ما قبل المدرسة يعني في الخامسة السادسة الى ساعتين يوميا لا بأس، لكن يكون ايضا يعني الطفل هنا يكتسب، قد تكون أشياء تعليمية ويكتسب منها يعني معلومات ومعرفة وينمي بعض الذكاء وينمي مهارات أخرى، لكن هي توازن، جزء
الأجهزة ساعتين ما تجاوز ساعتين، وجزء آخر في لعب حركي، في مشاركة اجتماعية، في يعني تحدث و نعم. الساعتين هذه في سن كم؟ مرحلة ما قبل المدرسة، 5 سنوات 6 سنوات لا بأس إنه يأخذ ساعتين. يعني لكن... يعني دكتور من 3 سنوات إلى 5 ساعة، ومن 5 إلى 6 ساعتين. نعم. نعم. طيب لما تقول إنه المحتوى يجب أن يكون تعليمي، فصل لنا، يعني مفروض إنه ما يدخل مثلاً في الألعاب، في ألعاب التسلية؟ بالعكس، الألعاب ممكن تكون تعليمية، في ألعاب كثيرة يعني تقدم لها فائدة، لها جانب تعليمي، ولكن عن طريق لعبة معينة، بالتالي يكون أسلوب جدا جميل للطفل ويحبها الطفل ويشعر أنها لعبة أكثر من مع أنها في نفس الوقت تعلمه مثلا أشياء، أحرف، أرقام، أشكال، قد يكتسب منها بعض الكلمات، قد يتعلم مثلا منها بعض السلوكيات الجيدة مثلا، بحيث أنه يتعرف مثلا يعني وأنتم كرام مثلا فيها مثلا يتعرف على الحيوانات أكثر، يتعرف على الأحرف، يتعرف على أرقام، ألوان، يتعرف مثلا على يعني أسماء بعض الأشياء، وقد يكون فيها جانب ذكائي بحيث أنه أيضا ينمي الذكاء عنده. طيب إيش رأيك أنت دكتور، يعني خلنا نقترب من الواقع شوي. إحنا جالسين نشوف ألعاب مثل سباقات السيارات، في ألعاب فيها قتال، معارك وغيرها، هذه الألعاب هل فيها جوانب مفيدة في هذه المرحلة العمرية ولا كلها مضرة؟ بحسب اللعبة، يعني احنا مشكلة ما يشاهد الطفل انه يؤثر عليه، الطفل يقلد، والطفل كما يقولون زي يعني يتقبل اي شيء، زي الاسفنج اللي تحطه بيتقبله، ما عنده قدرة انه يفرق الصح من الغلط، او ايش المفيد وغير المفيد، او اللي ايش الشيء اللي ممكن اسويه واقدر، وفي الشيء لا غلط وما احسويه، هنا ما عنده القدرة هذه، فهو يستقبل كل شيء. انت اذا عرضت عليه في مشاهد او العاب فيها عنف مثلا، فيها ضرب، فيها دماء، في يعني قد يكون يبدا يقلدها ويكون في يعني جانب عدواني لا قدر الله مثلا، او يكون فيها مثلا اشياء مخيفه للطفل فتزيد عنده التوتر والقلق. يعني في بعض الالعاب للاسف، او حتى بعض الافلام او غيرها، مقاطع على اليوتيوب او غيره، للاسف انها يعني قد تكون مرعبة مثلا، والطفل ما يعرف ان هذا الشيء يناسبه او ما يناسبه، بالتالي تزيد عنده يعني حالات التوتر والخوف، وقد نعم. مثلا والله يتجنب بعض الاماكن، يعني انت ذكرت دورة مياه لانه شاف مقطع انه في حصل شيء، او يتجنب مكان معين يصير عنده خوف منه بسبب انه يعني شاهد يعني اشكال مرعبه او شخصيات مرعبه واضح. تخرج من الدولاب، تخرج من غيره. فاحنا نبغى ما نبغى شيء ايضا يعني يضر الطفل او حالته النفسيه. طيب ما بعد 6 سنوات، فصل لنا كذا بايجاز. ما بعد 6 سنوات هنا يبدا الطفل تتوسع مداركه اكثر. يعني انت يعني ممكن تعطيه الى ساعتين ايضا، لكن وفي العاب كثيره، وفي يعني افلام او غيرها مخصصه للاعمار هذه، مثلا الى عمر يعني عاده في يعني يكتب عليها مثلا مناسبه للعمر، الى عمر 9 سنوات، الى عمر 12 سنه او غيره. فانت كأب مثلا بيكون سهل جدا اذا حرصت على انه تشوف ايش مكتوب على المقطع هذا او اللعبه هذا او الفيلم هذا، يناسب الاطفال او ما يناسبهم. في اشياء افلام مثلا إيه؟ للاسف يعني نعرف انه مثلا مكتوب عليها، التصنيف موجود ومكتوب عليها انها لا تناسب مثلا اقل من 12 سنه، اقل من 16 سنه، ولكنها موجوده امام الطفل. مثلا اللي يشترك يعني اسمح لي، اللي يشترك مثلا في يعني ما يحتاج اذكر مثلا زي نتفليكس او غيرها من ويتركها بس مع الاطفال، عندهم الباسورد ويدخلون. بعضهم مثلا عمره 9 سنوات يدخل على يعني اشياء تناسب 16 مثلا، او ما يشاهد اقل من 12 سنه، فيها عنف شديد، فيها مثلا يعني سلوكيات ما تناسب المجتمع مثلا، وفيها مثلا والله اشياء توتر الطفل وتجعله
يعني يزيد عنده التوتر والقلق والخوف ويهتد عنده الأحلام وما يقدر مثلا أنه يعني يبدأ يخاف ويتوتر أكثر. طيب دكتور فيما يخص كرة القدم ومتابعة كرة القدم أبغى إجابة واضحة ومفصلة ومباشرة، متى السن المناسب إلى أنه الأطفال يبدوا يهتموا بمتابعة مباريات كرة القدم بكل ما حولها، يعني فكرة التعصب الموجود اليوم، الشد الموجود مع المباريات، الانحياز لأندية معينة، إيش التفصيل في هذا الموضوع بشكل طبي وعلمي؟ سؤال جميل. هم الأطفال يعني يحتاجون قدوة من الكبار صراحة، البالغين، يعني هي الرياضة فيها جانب إيجابي جدا جميل، سواء اهتمامه حتى من الأعمار الصغيرة مرحلة ما قبل المدرسة كان مهتم والله باللعبة وعنده الرغبة وعنده المهارات يعني لاحظها الأب، بالعكس شيء جميل أنه يمارسها، هي رياضة يعني جميلة حركية وتساعد الطفل أنه ينمي مهاراته، لكن نأخذها بالشيء الإيجابي، يعني فيها روح تنافس لكن يجب أن ننمي أيضا الروح الرياضية، تقبل الخسارة، كيف يتدرب عشان يوصل مرحلة أعلى. قضية يعني التعصب الرياضي يعني للأسف أنه يجب إحنا نكون قدوة للأطفال سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، أنه هذه في الأخير رياضة تنمي الجانب يعني الحركي وجانب المهارات وفيها منافسة شريفة وفيها تعلم الأخلاق الرياضية اللي تتقبل الخسارة وتسعى أنها تعوض، كيف أتغلب، كيف المرة الجاية أكون أفضل، إذا كان هذا اهتمامه، بدون انه يكون فيه والله يعني تتجاوز الى اخلاقيات ما تناسب الطفل ابدا. الطفل يا دكتور اكثر تشربا لثقافه التعصب الرياضي من غيره من المراحل العمريه ولا لا ما لها علاقه؟ نعم لا بالعكس صحيح، وانت مثلا اذا كان يعني بعض الحالات اذا كان في احد متعصب جدا بشكل يعني يطلق عبارات مثلا بذيئه او سلوكيات يعني أو يتجاوز يعني أن تكون مجرد رياضة جميلة إلى سلوكيات يعني تسيء يعني لنفسه أولا أو يسيء لل يعني الرياضيين أو غيرهم، أو هنا تعدينا، هنا أصبحنا يعني زرعنا في الطفل يعني أخلاق للأسف بيكون صعب أنه يتخلص منها، لأن أنت القدوة الأب الأخوان الكبار المجتمع. الطفل ممكن يتأثر بالتعصب الرياضي أكثر شيء من مين؟ من اللي حوله في البيت ولا من الأصدقاء المجايلين له في المرحلة العمرية ولا من الإعلام؟ حسب المرحلة العمرية، المراحل الصغيرة يتأثر أكثر بالأب والأم والأخوان اللي داخل عايش معاه في البيت، المراحل مثلا الأولية اللي في البداية، مرحلة المراهقة يبدأ يتأثر أكثر بالأصدقاء، الأصدقاء متعصبين إذا الرياضيين نفسهم متعصبين، إذا الإعلاميين متعصبين، يعني تأثر أكثر بالأصدقاء وبالمجتمع اللي يشوفه داخل البيت، لأنه الطفل يشوف نفسه يشوف الأب والأم هم القدوة، فيعني اللي شافوا يتصرفون تصرف أو يتعاملون مع الأمر بطريقة معينة، وفي النهاية يعني هي رياضة جميلة، وفي النهاية يعني نبقى كلنا مثلاً نتعامل مع بعض يعني بتعامل جيد وإن شاء الله يعوضوا وغيره، يعني الأمر يتقبله بروح سهلة، يتعلم الطفل أنه هذه شيء رياضي جميل، نتنافس، نقضي وقت ممتع، في حماس، في منافسة وجميل، إذا كان الأب والأم يعني الطريقة هذه أو الإخوان اللي عايش معه. نعم. إذا في مرحلة المراهقة صراحة يقل تأثير الوالدة ويزيد تأثير الأصدقاء، إذا راح ما ذهب مع أصدقاء كانوا متعصبين جداً أو يمارسون سلوكيات أو يتأثرون أيضا باللي يشاهدونه في الإعلام، خاصة إذا كان يعتبر بعض الرياضيين أو بعض الإعلاميين قدوة، يعني إذا كان يعتبر الرياضي هذا قدوة فما يتأثروا بس في جانب الرياضي أنه متميز، يتأثر حتى بأخلاقه أحيانا، يعني إذا كان يمثل الرياضي عنده أخلاق رياضية ويعني يتكلم ويتفاعل بصورة يعكس صورة جميلة عن الرياضة بالعكس، فهو الآن قاعد يعني يعطي دروس في كيفية يعني التعامل والأخلاقيات الرياضية وأخلاقيات التعامل. نعم. وأن هذا رياضي ممتع، يعني الرياضة هي شيء ممتع في النهاية ومفيد صحيا وأيضا كمصدر للمتعة. لكن
نعم تفضل. شكرا شكرا لك دكتور، شكرا للدكتور حسين الشمراني، شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.